نوى بوتين عن الهجمات دعوة للسعودية لشراء منظومة صواريخ روسية دفاعية لتحميها، لكن اللافت والمستغرب كان إشارته إلى الآية القرآنية التي تقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فيما يخص مساعدة السعودية، في القرآن الكريم مذكور عدم قبول أي نوع من أنواع العنف إلا لحماية بني جنسك ولحماية شعبك ووطنك والأجيال القادمة. فنحن مستعدون لتقديم مساعدات للسعودية، وعليها أن تتخذ قرارا سياسيا حكيما على غرار ما فعله قادة إيران عندما اشتروا S-300، وكما فعل الرئيس أردوغان عندما اشترى منظومة S-400. هذه المنظومات قادرة على الحماية. شكرا. بوتين أيضا استشهد بآيات قرآنية أو بآية قرآنية ثانية عند حديثه عن إيجاد حل لأزمة اليمن. دعونا نستمع لما قاله. نحن نعتقد أن الحل الأمثل لأزمة اليمن هو الاتفاق بين جميع الجهات المنخرطة في هذه الأزمة. وبما أننا موجودون في تركيا التي أغلب سكانها من المسلمين، لا أستطيع إلا أن أستذكر آيات من القرآن الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الكثير من مستخدمي وسائل التواصل استغربوا